إلى أولي القرآن في نظر المعاني ويبدو ليستمر قد كبير معاني الزنا وإن المقالين وحد المعاني الشيخ الراجح في سواء مثلين كارسيين إن أولا كرام قال أبوي يقع طلاب العلم هذا حقول الجنة يا فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل قد كرام حديثك واتبع السيئة الحسنة تبع فريت فضل مشكورة سلام الشيخ يتوضق القرية بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام حديث يسوح وقلت المامي عمه هاتو كعبا ونا الكتب في الوقت الثاني إنسان مسلي سبب وإنسان straight line ما شاء الله وفي النهاية كان نورش يصير تبدأ من الثاني قرية مصر وصاع بحوالي ولا يقبلني فروض العين كان يقول عليه فكان بين الصفيسين الإسلام سيسك ساكين وما فضع أيمن أبسوي على دي سنة ربنا مالي وجي دايما وحالا ينا ممنوع وحيابا ممنوعات ينا وحالا وحيابا مكروهات سعر قوه وسيد وكاين سيبين آدم باتي هدي قلب بكها دعوه إلى الغفور الرحيم والحكيم فهل ينفر مكارين ولا كذب في السيئة في الصين قد عرف ولا الجسف في الكلمة وحين هذا الملمد يهاب السيئات أو يهاب السيئات ما بقى ضعوا بعض فيديو حوية أن أدمرك هربا كل بعيد إن أدمرك هربا كل بعيد وحيابها كينا وحكا من الحسنة دور بصدر وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمرك صلاة المام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وحين كان ريب يسأل إن الفحش هي منكر فبعض يعني سيئة لي كهر تقيسة تاريب عمى وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينا قلت المام بقال نبينا آدم قولي وعند قولي كبت بادائي هاي المصلين تيوم صفاتك الله صعدك وإلهي وشك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا بناء قولي صفات هلوعا إلى هلولي وآه خيرك مركو هلنا وامد كل دبان سيدي لنا وحب منين نبت مركا نفسطنا وامد عطاوي على عربنا قال الله نقدر لكم فينا كيف كبت بادح نمحاسي إلا المصلين بإلهي لما تنصفات بإلهي صوت حي حكا طمنا واحد لقو قبل قبلي هو صلاة دور حفظية إذا الصلاة بقر نمال أصيب مركو هربكا إلى الإنساء وعيدا أن عهد قلنا بقى الصحابة نبقى الله شعبي صلاة هبيك يمكن حشيري وصلاة الليل لكن ولي هذا انا كنت سوحيره قال جفتي مركز الكوا لما نروح الى هنيك انا هبي كده وانت خلا وحنا ويرات ابقى نبي هو قول عليه الصلاه والسلام ان الصلاه وسلتها سيدا شيخ سمعتي شفتو صلاه دي شكل ريمس وهلا انا ما كان حصنه مركز كوال الله حسنات كاغو في عينه سيئات كوكا الى عينه هديبا اي كار دعبان سيئون من حسنة تفتقى لكن حسنة دو حيكون بردت سيئة لنوع عيد ومثلا حسنة التوحيد دو حي تفتقى شرك يونكه سيئون مرقوبة التوحيد سيئون قال لما دي سيئونكه ريون مكبح حسنة التوبة وحي تفتقى كبائر الذنوب إن الإسلام يهدى ما قبله وإن الهجرة تهدى ما قبله إن الحج يهدى ما قبله وإن أبو تلمام عليه الصلاة والسلام إذن حسناك النوع عصيب
هديتي التوحيد أما هديتي حسنة التوبة وهي ترتير سيئة دمان تدور حسناتك إنت أكهو سيئة هدات كبائر تكدر أكتر إذا اجتربت الكبائر أعماش عادية إن السمين إنما سيئات بير يرون أن ترتير سيد علماء التلمام وواكي نبي التلمام عليه الصلاة والسلام صلاة إلا صلاة ومكفرات لما بينهم انت اول حيسيت تفترق جمعان الا جمعه انت اول حيسيت تفترق صون الا صون انت اول حيسيت تفترق اذا اجتنبت الكبائر ونبذل هذه كبائر تلقاها بكم واي واحد علماء انت بضاني لها كبائر في التوبه ما وبهت هل هي بين السؤال السويتيسو والصلاه الا صلاه هذي تفترق والصلاه ولبيتكم ليست تفترق جمعوه اسبوع عمرو تفتري مركز عصر وهذه اللي هذا جمعي لا جمعوا تفتري محنو تفتري دون هذا رمضان علينا اعماش ان السمينا كلها مول حوض بطنا اما مقبول مول هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حتى المام صلاه اللي تكري إنما سلاتي ستصعها الله ولا ثمونها سرورها سدسها خمسها يجب أن يسوي إذا سبت وقوذي جرى سلاتي مغرب لكن هو استغيرت 100% لك مغاربا وحلق هي أما 10% 12% 12% ما كانت تبقى ما أنت ولد تلقى ليسي مورا تفتري كتو إن شاء الله تطبعين تهدي لغو كردني marka uu xogaga chaaba chaaba aad la tii marka la isku dardaro waxba ina leefin hadii wax ka soo xaraan jibiidi baa nadiifin hadii wali wax ka soo xaraan waa wali waxa waanay sayyaad ka mid ah iska tira badan yahay waayo dhigtiya afka qura haday baa waa marku bariyo ilaahay inta ka saaxarso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlaya digeysiiso انت يا بخير هذا مالين سما وساك مركو كوبر يا سوك عري الى يا عوي تقص حمش اما ادا حتى يي اما من هل يا دغي سنسي اما تي في دي اما واتساب دي اما واحد وطب انت يا حسنا زي انت يا سيئه ما دو مالين سيئه دو مركا وحبا هي يا ريسان ني سورنا دو غدا كارت والله شتي دو تبتا قال هنا واتساب في عتي ما تبغى تدم شي واحد شي يصير خايفكم ما بطل إذا وحي نوبة هنهي إن إنو عقل السوج يدي يلا نو كنت دارلو إن إنو السيئات كنوا تربنا يجينا إن إنو الحسنات تربنا كتب بيه إلهنا وقت الإمام إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات كوي توبت كاني يا إيمان لقاها لي يا عمل ونفسر سميه وإلهي وحلي سيئة دوني وراي قبل الإسلام سبعين أيام إلهي وحبه بدل أيام حصل هذا ما قفنا بكما ما رمى توبط نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آيات الماضية حديث الصحيحة أكثر من 70 مرة أو 100 مرة إن توبط كان يسوع معصوم وإلهي توبط يسوع إلهي الرسول في سيئة فما بالك تدكي أنك هو صيب حال ما ليس مرار بضل عبادته أن أبو باهن لك استغفر وأنا عمت من وحي إله إلى روح القلبين المقاطع يعني إذا بكار ربتن دائي ولذلك وإن بضل روح هذا كيسار نصوص استغفار عبادته إذا بدأت بسؤال صلاة أمرك يعني كنت أمرك صلاة من أقصطاء الويلين وحقوه الرياء أطلع ظهر الله الحي استغفر الله استغفر الله استغفر الله عبابة ده صبع يسير حد لا يستغفر الله يسامس يعني وحد قرن يسام وح ربي للو واجهين أنا يهين تيرين أنا من حصب يسام لما تنوى جبران النقص وحي قابلني ذا ديرا تبطينا قوم نبو يستغطو مركا يوم ولا الله مخطي يوسو كوبيا يوم حقو قبل قبيني نبقنا عليه الصلاة والسلام ساسو ينوت الماء وأتبع السيئة الحسنة تبقى سيئات كانت ترى ربنا الله يعني سمعنا حسرات اللي كتب فيه ورد هالنقط قران الاخريه هالنقط تعول الشيء هالنقط
صلاة لتبدا هر نقطة ذكر كلولا لا يما ده نقطة خير من كذب الجيم إلهي وحنا وقت الماما يا أيت مش أبو أخرني إن الحسنات يذهبن السيئات عبدي قال قبل الصعود كذاي تكرد علينا ما في ولد كذاي وحلا يرميان لا تفرقين ها أبوي بس وأكو كفنا طالوات الماما حلم كل جماعة سكالة عدم طالب ما يقول نبي عليه الصلاة والسلام بل لجميع أمتي كله وما تقول نبا سكالة سيئة داسي طوبة لغا تبدي ووحا إسلام كغسو عيني حين من رجع ديبا بدل دون الله كريستيانة وحينا لي نبي آدم دبي بو غري أي عيسى اللي دبت لي سوى خطيئة أو غمو إلا إن غمراك هو إن ولا تزل وزيرة وزر أخرى هذا وحيه قال عدك الله ما أستطاع حتى شعرك الله ما أستطاع لكن إلهي باب قاسي توبطه ينوفه إلى حسنات قاسي أنت دال السلام عليكم ورحمة الله.